بعد وصوله إلى الكويت عقب الإفراج عنه في إيران قبل يومين، وفي مقابلة خاصة مع جريدة الراي، تحدث الرحالة فالح العازمي عن تفاصيل احتجازه منذ لحظة القبض عليه وحتى الإفراج عنه. وقال العازمي في المقابلة التي تنشر مفصلة بعدد الجريدة الصادر ليوم الغد، قال أن السلطات الإيرانية كانت قد وجهت له تهمة حمل جهاز لاسلكي بي سي، مشيرا إلى حجم الجهود التي بذلتها السفارة الكويتية لدى طهران والتي تكللت بالإفراج عنه وعودته إلى أرض الوطن. فتشوا التليفونات، يوم رجع لي تليفوني هو اللي يمكن يعني اشتبه أكثر اشتباه، يوم أخذت تليفوني بطلت التكاية، مات السيارة تكون بالنص، بطلتها ما تزد، تحس أنها مخفية ما تبين، فما تعب طيلتي كان يشوف العسكري قال يعني شلون هذا مكان يعني سري معتقد. سبحان الله كان في هو اللي في اللي اتهمتي اللي هو البي سي، يعني لو مفاتحها يمكن تعدي على خير، بس فتحتها بحط تليفوني يوم اعطاني وسكرته، قال افتح افتح، فتحتها طلع البي سي، طلع 2 جي بي اس، تجمعوا علي كأنهم طالعين سلاح، سكروني بتغرير، جوني سياره مدنيه مسلحين فجاه سكروا عيوني، قطوني بالسياره ودوني لين منطقة، يعني ما كلهم سكرين عيوني، وصلت تبطيله عيوني مع قطتي مع غرفه ظلمه، سكروا على الباب مده يومين من غير تحقيق، بدون تحقيق بدون ليتات بدون ولا شيء، مجرد اشتباه. قلت زين الاشتباه هذا ممكن توجه لي يعني اعرف شنو تهمتي، عشان قال ما اقدر اوجه لك شيء. قلت زين ممكن ادق تليفون، ممكن اكلم احد، قال نهائيا بس ان شاء الله على الاسبوع هذا انت ترى ما عليك شيء. بعدين قالوا لي خلاص الحين بس بنوديك سجن عمومي عشان ما نقدر نطلعك من هنا براءة، لازم تروح مكان سجن عمومي، باتت الصبح محكمتك وعلى طول نعطيك شرط توكل على الله. كان يجي اتصال وقف كل شيء، قال هذا الشخص يتحول وين؟ اطلاعات سياسية. هو قال لي 4 أيام وانت تكون ببيتك، قعدت بالمكان نفسه 4 شهور بدون تحرك. اعطوني ورقة مكتوب فيها انه يعني اعطونيها بالعربي انه مكتوب فيها انت حكمك سنة او سنتين. اوه اي تهمتي شنو؟ بيسين. وبعد تداخل السفارة الكويتية السيد فلاح الحجرف تم العفاء عنك، وليل المطار دخلني قاعة تشريفات مالت إيران، وقعدنا وشربنا شاي مع بعض سوفياي ولا تحاتي وامور طيبة، وما راح أهدك ليه ما تركب باب الطيار، ماسكني مع إيدي لين قبل خروجي من خلاص بركب باب الطيار، سلمت عليه سلمني طلعنا الكويت والحمد لله.